يعني نحن ليش بدنا نروح لهنيك فرهاد؟ لكمل شغلي يلي لسه ما خلص. الأكل كان كتير طيب، حبيته بجد، وصحبتكن أحلى أكيد. شكراً لكم. صحة وهنا. صحة وهنا. شو رأيك نروح بكرة الصبح نفطر هونيك بالمزرعة القريبة من نادي الخيل؟ إذا المحل موجود. موجود موجود. خلص إذا بدكم بكرة منروح. شو موافقة؟ إيه ممكن نروح، ليش لا؟ كتير من لو سمحتوا أنا بدي استأذن منكم شوي، حاسة حالي تعبانة، بدي أقوم أتمشى شوي وشم هوا برا. أصلي خليكي معنا شوي تانية. لا اسمحولي، خليني أقوم من فضل. خلص ما رح سر عليكي كتير. بتشكركم مرة تانية، بشوفكم بكرة الصبح. ماشي. أكيد تصبحي على خير. وأنتوا بخير. رفيقتك أصلي غامضة شوي. شوي. آه فهمت هلا شو اللي جابنا بهالليل يا أخراس. أنا فهمت من وقت طويل، وقت نحن منحكي بتصير مشكلة بعدين. وقفوا تاكسي ورجعوا فيه. يلا طيب ماشي. طيب ماشي. على مهلك. تعال. إسراء؟ إسراء أنا نسيت مفتاحي جوات الغرفة، ممكن لو سمحتي تطلبي لي مفتاح إضافي من الاستعلامات؟ طبعاً طبعاً رح أحكي معه. شكرا. موبايلي كمان مو معي. مساء الخير، ممكن تطلع لي بطاقة غرفة الست أصلي رقم 106؟ شكرا كتير، مشي الحال. شكرا إلك إسراء. ولا يهمك. جيهان مساء الخير، بتمنى ما أكون أزعجتك. لا أنا فايقة، ما كنت نايمة. خطر لي جبلك فوندو سخن، بيقولوا أنه بيروح الاكتئاب، ما بعرف جربي. شكرا لفتة لطيفة منك، بس أنا تعبانة شوي وبدي نام. نص ساعة مو كتير، ليكي هاي شوكولا سويسرية. أنا متأكدة إنها طيبة. شكرا. طيب ماشي، تصبح على خير. وأنت بخير. يا صاحب الفندق. ما حدا طلب منك تجيب الفندق لهون يا حيوان. ليش مين انت؟